شو رايكم بالقرار الخاص بالبلاك بيري؟ القرار الخاص بالبلاك بيري نحن طبعا مؤيدين القرار، لانها صار في استغلال سيء للبلاك بيري من قبل مجموعه يعني او فئه معينه من الشباب، نقل اشاعات وغيره وغيره والحديث اللي ما له داعي. نعم، وبعدين ياثر على الصغار السن، الحين كل ابي يعطي ولده بلاك بيري وما تعرف شو استغلاله وشو الفيديو كليبات اللي توصل للاطفال. نعم، يعني يعلم الاطفال سلوكيات ممكن تكون خاطئه. زين اخ الكريم، شو رايك؟ نحن مؤيدين بلاك بيري. مؤيدين؟ اي نعم، لان عنده بلاك بيري هو، فمن مؤيدين ان يلغون قرار بلاك بيري. نعم حضرتك. والله انا شخصيا ما عندي بلاك بيري. اي نعم، ولا يعني بستخدم مستقبل لكن مع المؤيدين هذين، يعني مع القرار. اي نعم، مع القرار. القرار اليوم ان سمعنا بالقرار اليوم عن الغاء خدمه البلاك بيري. صراحه ما راي هذا ما له، يعني ما له داعي، لان كل صار يستخدم بلاك بيري، ما حد يستخدم بلاك بيري او يستخدم نوت او تليفونات. يعني ما ودنا نقول للعالم، نقول الإمارات خاصة، أنها تلغي هذا القرار، لأن إذا صح كلهم يستخدم بلاك بيري، الناس صاروا مدمنين بلاك بيري. في فائدة؟ أي نعم، فائدة يعني، نفس الوقت ما في فائدة. يعني أنت في شيء إيجابي وفي شيء سلبي. هل أنت مع القرار أو